السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، ونستضيف لكم فيه السيد محمد يحيى والمحمد يحيى المدير العام للعقارات وأملاك الدولة. مرحبا بك. شكرا. تشغل النزاعات العقارية حيزا هاما من الملفات القضائية الوطنية، ويرجع الكثيرون أسباب هذه النزاعات إلى عقلية المواطن من جهة، وبطء الإجراءات العملية المتعلقة بالجهات الوصية. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نناقش حلقة الليلة في المحورين التاليين: ما هي أبرز الأسباب للنزاعات العقارية؟ وما مستوى الجهود المبذولة لضبط النظام العقاري الوطني؟ قبل الدخول في النقاش نتابع العنصر التمهيدي التالي: يرجع العديد من المراقبين تنامي ظاهرة النزاعات العقارية إلى عوامل أهمها الأطماع المتزايدة للمواطن في الحيازة العقارية مهما كانت مبررات ذلك، والإهمال الذي يطبع في أحيان كثيرة التعامل مع الملفات العقارية. وفي خضم النزاعات العقارية يصعب التكهن بتحديد نهاية لها، خاصة في ظل الإصرار المتبادل على ظفر كل طرف بموضوع النزاع أو القطعة الأرضية. الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة ترى أن التراكمية والعقلية التي سادت عقودا تجاه الملكية أو الحيازة العقارية تحتاج إلى جهود كبيرة تبدأ بالتهيئة للعبور بما يتم تداركه من مرجعيات عقارية من خلال تحيين البيانات ورقمنة الملفات ووضع ضوابط عملية كأساس للانطلاقة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل محمد لمين والخطري الذي أعد التقرير الماضي. مرحبا بكم سيد المدير. أبرز أسباب النزاعات العقارية. أسباب النزاعات العقارية هو أهمية المتصاعدة التي يدركها المواطن للقطعة الأرضية، فهي أصبحت تشكل الادخار بالنسبة للمواطن العادي، أصبحت أيضا تشكل وسيلة ثراء متسارع بالنسبة لمن يريد الثراء، وبالتالي في مرحلة ثراء مشروع أم غير مشروع؟ بكل إشكاله، هناك ثراء مشروع وهناك ثراء غير مشروع، لأن المتدخلين فيه هناك منهم السيد النية والحسن النية أيضا، وبالتالي أصبحت القطاع ثم في ذلك من أسبابه هو في مرحلة من مراحل ضعف الإدارة أو ممالأتها أو تفشو الرشوة إلى درجة معينة، مما سهل على البعض أن 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 يخلق مشاكل عقارية، مشاكل ما نسمى البنح المزدوج وهلم جرا، وهذا أساسا أسبابه تتعلق بالإدارة، حيث أن الإدارة لم تسيطر بدرجة معينة ومطلقة على السجلات. من تعنون بالإدارة بالضبط؟ المانحين، السلطة المانحة كانت في المرحلة مراحل وزارة المالية أو إدارة العقارات والولايات المالية، إذن مسؤولية مشتركة بطبيعة الحال، ثم المواطن الذي يبحث بشتى الوسائل عن قطعة أرضية يجدها بكل الوسائل، وهناك فئة معينة أخرى يقال لهم الوسطاء العقاريين، منهم سمسارة أساسا كان البيضان، منهم المهنيين المحترمين، ومنهم بعضهم يبحث عن القطاع التي ليست مأهولة، وبالتالي يقوم بالتمالع مع موظفين بإعداد أوراق أحيانا تكون مزورة وأحيانا تكون مزدوجة. على حسب قولكم ما من مشكلة إلا والإدارة طرف فيها طبيعة الحال، إلا ما يتعلق منها بالتزوير الذي يقوم به آخرون من دونه، إما الإدارة دائما طرف. منح على منح ليس تزويرا؟ ما ذكرتم عن أن السماسرة يستغلون القطع غير المأهولة وما يعيدون مع تمالؤ كما قلتم بجهات في الإدارة. المنح على المنح، المنح مؤقت، في أحيانا تكون الإدارة وبطبيعة الحال تخلق مشاكل لنفسها، تمنح قطاعا في مناطق غير مأهولة على كثبان رملية، ومع الزمن يقير المخطط وتمنحه من جديد. لا أقول أنه غير تزوير، أحيانا تكون النية مبيتة وأحيانا يكون أخطاء إدارية تقوم بها الإدارة أحيانا وتصححها. طيب الآن مرحلة الآن، هل ضبطت الإدارة نفسها الآن؟ لا،
لم تضبط الإدارة نفسها بالمطلق، لأن المشكلة ليست مشكلة بسيطة يمكن أن تضبط بين عشية وضحاها. لكن ما قامت به الإدارة حتى الآن هو أنها هيئت نفسها لأن تضبط المشكلة العقارية في ظرف متوسط. ما تعنون بظرف المتوسط؟ ظرف المتوسط بحيث على الأقل ثلاثة إلى خمس سنوات بحيث تسيطر على المشكلة العقارية، لأنه ليس بالبساطة التي يمكن. أبرز الآليات التي ستستخدمون في ضبطه كما قلتم في المدى المتوسط؟ قامت الدولة في 2010 بتوحيد المنح بحيث أصبح المانح الوحيد هو وزير المالية، هي إجراء الأول بحيث حصره في مصدر واحد. لأي منطقة في نواكشوط؟ في منطقة في موريتانيا. في موريتانيا ثم ثم حالا اخذت بعد تردد من اداره العقارات، اخذت اداره العقارات منذ 2010 من 2014-2015 كخطوه جريئه منها، حيث استرجعت سجلات ولايه نواكشوط بصفه خاصه وبدات بالتعاون مع ولايه نواكشوط الغربيه رقمن سجلات، هذه السجلات التي كانت حديث ولا حاجة، يعني سجلات موجودة عندها بعض الميزات لكنها طالتها أيدي بعض المتدخلين غير حميدي. ثم سيطرنا على السجلات ووضعناها تحت قفل، ثم رقم سكانيناها مثلا صورناها، والآن أصبحت الصورة هي التي تستخدم، بالتالي أصبحنا ثم من جهة بالتعاون مع إدارة الإسكان نحن بقيد إجراء توحيد المخططات ورقمنة المخططات. يعني هناك بعثة من وزارة الإسكان لدى إدارة العقارات حاليا نعمل معا على توحيد المخططات على مستوى المنشور ورقمنتها. عندما نعمل إذن على مستويين، مستوى السجلات ومستوى المخططات في هذه المرحلة حالا، في المرحلة الثانية نجمع المعطيات الجغرافية لكي نحصل على ما يسمى كادستر، يعني هو القيد المساحي اللي هو الضمان الأساسي للأمن العقاري كمان. هذه الخطوة لضبط ما الملفات اللي ما فيها تداخل طبعا بين المخططات، ما الذي ستقومون به في مواجهة التداخل بين المخططات؟ تداخل بين المخططات والتداخل بين الملح، تداخل بين المخططات من صلاحيات وزارة الإسكان. عفوا، داخل بين المخططات نضيف إليه عدم وجود مخطط قاع أصلا. طبيعة الحال في الوضعية الحالة في طبيعة هناك مناطق في نواكشوط لم يوجد لها مخطط أو وجد لها مخطط ولم تسيطر لم تحافظ تحتفظ به الإدارة بهذه الظرفية، وهي المرحلة الثانية من عملنا مع وزارة الإسكان محاولة خلق حل مشكلة تداخل المخططات وخلق مخططات للمناطق الغير التي لم تعد مخطط. هناك مناطق تم البنايات فيها بطريقة عشوائية. مثل ماذا بالضبط؟ هناك مناطق من نواكشوط تم فيها البنيان كانت كثبان، يتم البنيان بطريقة عشوائية بحيث أن الطرق لا تكون مستقيمة ولا تكون المناطق قد تقولها والله في مرحلة لاحقة يتحدث تشاف مناطق فريمية مثلا تيارت من فوق في المشروع، تشاف مناطق معينة، تشاف توجوني مناطق كانت تبنى منطقة كثبان رملية وعد بالتالي الطرق ما هي واضحة، بالتالي الإدارة يوم من الأيام تضطر لأنها تفتح الطرق بطريقة علمية كما وقع طبعا في أحياء أخرى قبل ذلك. هناك نوع آخر من النزاعات العقارية التي لا توجد لها حلول أو لها حلول لا يخولكم القانون البت فيها، ما الذي تفعلون؟ أتذكر أن قبل شهرين كانت فيها المحكمة العليا عدلت ورشة حول هذا الموضوع بالذات، لأن الجانب الإداري لا يملك الحل النهائي، لا يملك حق وضع حل نهائي، يملك القانون فقط، القاضي فقط. شنو تعاونكم في المجال مع القضاء؟ النزاع العقاري طبيعة الحال يؤرق القاضي ويؤرق الإدارة ويؤرق الوالي ويؤرق كل المواطن، كل المواطن بصفة خاصة هو ضحيته الأساسي، وطبيعة الحال القاضي هو ضحية موجبة اللي انطرح له مشكلة أغلب الأحيان حلها صعب، ونحن هم المصدر الوحيد كمثل الدولة، هم المصدر الوحيد اللي عندنا السجلات والمخططات. أنا وزارة الإسكان عندنا مخططات، نحن هم اللي تعدل لمستوى إدارة العقارات يحتسبوا لها المخططات وتحافظ عليها، إذا نحن هم المصدر اللي نوفروا المعلومات للقاضي لبناء حكمه، وبالتالي للأيام التالية نجيب تساؤلات القاضي بطريقة وثيرة، قايلين نحن أنها بدأت تتحسن بطريقة كبيرة. القاضي الآن يرسل إليكم يوميا تجيبونه، هذا مكان خالي.
كان خالقي غير كانت الوتي كان خالق بالنسبه للاداره كان خالق بالنسبه للولايه وكان تجاوب بالنسبه لاداره العقارات جانب الولايه منها قبل الطلاب مؤخرا كان سابقا تجاوب على تفرقت هنا اساسا ورك هي دخلت في قضيه الولايات ولايات كامله وعاد تجاوب بطريقه الحاله لي. طيب من يريد ان يتاكد من وضعيه قطعه الارضيه بعد سحبكم انتم السجلات الولايه الى اين يتوجه الان؟ كان الناس في الولايه فشلينا احنا مباشرة توجه مباشرة الآن جابري مشكلة منها بها كفاقة بها الضغط بها اللي كل رقاه لا يشري تراب ولا بدرو عاد بها المشكلة صفت كبير لا يجي دافع نحن عندنا نحاولوا لنا جاهدين نجاوبوا بدون ان نعودوا يتمت علينا الضغط حتى الضغط متين بها اللي كل رقاه لا يشري تراب لا يحاولوا يسوون عنها. طيب هناك عقود بيع أيضا تخلق لكم مشاكل وهي عقود بيع العرفية ما اللي يتوجهون به المواطن بها؟ عقود بيع العرفية بالنسبة للدولة هي عقود غير قانونية طبعا غير منظمة طبيعة الحال هناك صمت في اتجاهها من أسد الإدارة قابلتها لأسباب تسهيلة للمواطن هي محددة قانونا يجب أن تعدل عند موثق توزع عند موثق رسمي الموثق الله يمشيها لكم أنتم ويمشيها ماشي يتبدل المالك طبعا. ما دام تعدلت عند حد آخر أيا كان معناها ما هي قانونية لا في شيء شفت بالنسبة للدولة حالا تسهيل للمواطن تعتبر البيع بعض من الموثقين تاريخيا كانوا عندهم للمهنة اللي هي والله ورثوها أحيانا والدولة الإدارة ساكتة عنهم يغير رقم هذا نشوف صعوبات بتينة طبيعة الحال في التعامل مع هذا به اللي قاع ما يقدر يتبنى أبرز الصعوبات في التعامل معها شنو أثره شنو أقلب تزوير نلاحظه طولا أقلب التزوير اللي يخرج اللي ممتلكات رقاه ينباع ولا راسه أقلب الأحيان يودوا البيعة جايتنا عند موثق عرفي موثق عرف ياسر من الأحيان الموثق الرسمي يستحي أقرب الأحيان يستحي لأنه عدى العقد من الشكل. طيب هناك تقرير وحتى أنتم شيء ما حملتم أغلب المشكلة للمواطن وجانب منها الإدارة هناك أيضا ملف تسديد القطع الأرضية لمتية الآجال هذا يعني الإدارة طبيعة الحال مواطن يتحمل المسؤولية جزء من المسؤولية والإدارة تتحملها بطبيعة الحال ماذا عمل في التعويضات بالنسبة لمن سحبت منهم؟ ملف التعويضات مبني على الملح اللي تم اصلا التعويض الملح اصلا تم بطريقه ياسر منها الا الملح متوه من اجل الملح بحيث ان التعويض نتيجه صعوبه التعويض نتيجه الظرفيه اللي تم فيها الملح وبالتالي الاداره تحاصر الناس اللي مستحقه التعويض كامله وتدرس طريقه لها توفر لهم قطع ارضيه في الوقت المناسب بحيث انها تقدر تعوضهم والمقصود ما يقدر يتم الا مستمر معه. هذا هو السؤال الموالي كان اين تنتهي حدود نواكشوط؟ حدود المقصود بطبيعه الحال ستنتهي عندما تنظم العقارات وتنظم وتعتني الاداره بهذا شفت المنطق عاد كلها يطرح الدوله امام الامر الواقع بحيث انه يكون قايس من عنده ويفوت يبني فيها نرفعه مره اخرى ونقول للمواطن ذاته هو عنده دور في خلق المشكله والاداره حالا لا تطرح تحلها لا تعتني للسجلات وتعتني للمخططات وبطبيعه الحال تقاوم البنيان التوه اللي غير قانوني وغير من يحدد من قانونيه البنيان من غيره ما لم تحدد نهايه المدار العمراني للمدينه؟ المدار العمراني محددين المخططات الموجوده ولقاه ما يقدر يبني قطعة لمخطط معين للمخطط للبلد اللي انتهوا في المخططات وفي المدار العمراني لكن تبني تدوم بوتيليمتر وتربطها بالمقصود الواي ما هي تلميت بعد بعيد طبيعه الحال ما تعدل. طيب ما نعم ملف القطاعات الريفيه وملف طلبات منح القطاع الارضيه؟ منح القطاع الارضيه يتم بطريقته الطبيعيه بطلب موجه لوزير الماليه وزير المالية عنده سلطة تقديرية يمنح القطعة الأرضية للشخص اللي يرتعد بحاجة لها سكنه طبيعة الحال والله لأسباب اقتصادية يتم يوميا بالنسبة للشركات اللي تبرر مشروع مدعم انها فاصلة في قطعة أرضية يسوى وطنية يسوى غير وطنية هذا يتم يوميا بمنح الأراضي بأسعار معينة أغلب الأحيان تعود اقتصادية وتعود مناسبة هذا في الجانب اللي بالنسبة للمنح الاجتماعي السكني الناس الفقيره والضعاف ضعيفه اللي طبيعه الحال عندها المجموعه لادي يقولوا لها وتوفر لهم قطع قاع طيب وكميات هائله وبالنسبه للناس نزلت الترحيلات طبيعه الحال وهيئت لها قايله دول انها هيئت منها مئات عشرات الالاف من القطع وبالنسبه للرقاش اخر ظهر لي مولانا القطع لا هي تحديد حدود نواكشوط بطبيعه الحال ما يقدر يتم المرحله لا ماشي
ماشي، ما هو ضرورة اجتماعية ملحقة اللي يخليك في الترحيل. ممتاز. متى سنصل لمرحلة ما بعد تسوية النزاعات العقارية؟ متى سننسى هذا الكابوس؟ نحن لا نوصل في المدى المتوسط لين تتم الدولة فاشلة في الاتجاه الماشي فيه، شيء قالوا الأمن العقاري. لأن تعرفوا لأن الدرجة آمن وعدم مع وجود جريمة ومع وجود المجرمين تتم خالق أمن. لا نوصل الأمن العقاري في المدى المتوسط. قضية النزاعات العقارية لا نوصل شيء قالوا سهولة حل النزاعات العقارية لغير كونها هي كونها تختفى ما نقال لها تختفى قاع بها اللي من طبيعة البشر من طبيعة الأطماع عزة التراب. شكرا جزيلا لك السيد محمد يحيى والمحمد يحيى المدير العام للعقارات وأملاك الدولة، شكرا جزيلا لك. أشكركم. على حضورك معنا. كما أشكركم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء، إلى حلقة أخرى في أمان الله.